السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعدكم ما تنسوش تتابعوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصل لكم الجديد، لأنه فيكم ب 600 جنيه بأثر رجعي 4 شهور. قرار عاجل لإصحاب المعاشات بشأن صرف هذه الزيادات الجديدة. نجد أن الدولة دائما ما تكثف جهودها بشكل مستمر لدعم أصحاب المعاشات والذين يتجاوز عددهم 11 مليون مواطن يقومون بالصرف من جميع محافظات مصر، وهذا وفقا لآخر إحصائيات تم إصدارها عن وزارة التضامن الاجتماعي. وقد شهد أصحاب المعاشات زيادات مختلفة خلال هذا العام، وكان آخرها الزيادة التي أعلن عنها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع منحة غلاء المعيشة التي تصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، بالإضافة إلى القرارات التي صدرت على النقابات العمالية في مصر. هذا السياق كانت قد أعلنت نقابة المهندسين خلال شهر يوليو الماضي عن وجود زيادة جديدة لأصحاب المعاشات المقيدين بالنقاب مقدار 150 جنيه شهريا، وهذا يعني أنه قد وصلت الزيادة إلى مبلغ 600 جنيه بالتزامن مع قدوم شهر أكتوبر الجاري. وقد تم فعليا اتخاذ قرار صرف هذه الزيادات في آخر اجتماع لمجلس النقابة حاليا. على جانب آخر، أوضحت نقابة المهندسين خبر أسعد جميع أصحاب المعاشات بأن المخصصات المالية لصرف الزيادات لأصحاب المعاشات الآن جاهزة وسوف يتم منحها لهم، وقد حدث هذا لا سيما بعد إلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الفترة الماضية، والذي كان محتواه وقف التنفيذ لعدة قرارات من بينها زيادة المعاشات السابقة الإشارة إليها في نقابة المهندسين. على جانب من آخر، من المقرر أن يأخذ أصحاب المعاشات الزيادة التي يعلن عنها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبلغ 600 جنيه خلال شهر نوفمبر المقبل، وهذا بأثر رجعي، أي أن أصحاب المعاشات سوف يحصلون على مبلغ 600 جنيه علاوة عن شهر أكتوبر ونوفمبر. وبهذا قد أوفيناكم ب 600 جنيه بأثر رجعي 4 شهور. قرار عاجل لأصحاب المعاشات بشأن صرف هذه الزيادة الجديدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.